منظور بنت السبع مفيد توكيل 81 احد المرشحين جعفر ابو النور عبد الغني ابو النور مركز بيت السبع. استلمت التقرير الطبي ده من اللجنه الطبيه اللي هم قالوا مختصه بعد قبل قفل باب الترشيح لان التقرير تاني جاي غير ده. يعني التقرير ده سليم وال... التقرير ده اللي انا مستلمه وماضي عليه هنا وماضي عليه عند الدكاتره هناك في البدايه. فوجئت التاني بقى التقرير متغير. جاي في ايه في التقرير التاني بيقول؟ بيقول في مخدرات.